من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك معنا. إذن حول هذه الخلافات داخل مجلس الحرب، هل فيها جديد؟ يعني هذه ليست المرة الأولى التي نسمع عن خلافات بين الوزراء يعني، ولكن ما الجديد هذه المرة؟ هل هناك نقطة تحول في الخلافات مع استمرار الحرب بلا يعني طريق، بلا خط نهاية واضح؟ هذا هو لب المشكل في إسرائيل وفق المراقبين. لا يوجد أي خطة استراتيجية إسرائيلية للتعاطي مع هذه الحرب أو ما سيلي هذه الحرب حتى الساعة، ولهذا عمليا الحرب عادت وكأنها في جولة إعادة الآن. بدلا من أن تقود عملية رفح إلى نهاية الحرب وفق المخطط الإسرائيلي، يبدو الآن كأنها حلقة إعادة للأيام الأولى للحرب. إسرائيل اضطرت إلى إدخال فرقة 98 إلى جباليا للقتال هناك بعد أن اكتشفت بأن حماس أعادت تنظيم صفوفها في تلك المنطقة، تماما كما فعلت في حي الزيتون. للمرة الثالثة يقاتل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون في غزة. الانتقاد الأساسي الذي وجهه رئيس الأركان الإسرائيلي هو أنه كيف يمكن للحكومة أن تخرج 90% من القوات الإسرائيلية وأن تبقي 3000 جندي على محور نتسريم الذي يقطع القطاع بين شمال وجنوب بدون أي خطة لليوم الذي سيلي هذه الحرب، بمعنى لمن ستسلم المفاتيح في قطاع غزة إنجاز التعبير بعد أن تستكمل إسرائيل الحرب والاحتلال للقطاع. ولهذا تلفي إسرائيل نفسها مرة تلو الأخرى، تعود إلى المناطق التي خرجت منها، وهذا قد يعرض الكثير من الجنود للخطر. قبل قليل أصيب جنرال إسرائيلي بدرجة عميد في الاشتباكات الدائرة في شمال قطاع غزة. وحسب المعلومات لدينا بتأخير 7 أشهر، بدأت قبل 3 أيام فقط عملية البحث في الخطة الاستراتيجية التي ستعقب الحرب في قطاع غزة. الملفت فيما سيطرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بطلب من نتنياهو، سيطرح خطة على الحكومة خلال أيام وفق البنود التي اطلعنا عليها. البند الأول أن الجيش الإسرائيلي قد يبقى عاما كاملا داخل قطاع غزة، وأن تسليم قطاع غزة سيكون لجهة فلسطينية داخلية بعيدة عن حماس لم يسميها. وهنا المشكلة، نتنياهو لا يجرؤ أن يذكر السلطة الفلسطينية أمام بن غفير وسموتريتش، ولهذا كل شيء عالق في هذا الموضوع وفق الكثير من الصحف والمراقبين. أعود معك مرة جديدة لنقطة عودة القوات الإسرائيلية إلى مناطق خرجت منها بالفعل وتحديدا شمال القطاع. ما الذي يقال حول هذه النقطة، وبأي مبررات أو تفسير تعود إسرائيل إلى مناطق يعني خرجت منها وفي نفس الوقت تحضر لعملية كبيرة في الجنوب؟ هذا صحيح جدا. الصواريخ أيضا عادت لتنطلق في الأيام الماضية، نتحدث عن أحيانا حوالي 30 صاروخ يوميا. وصلت بئر السبع وعسقلان، كان هناك إصابة مباشرة. الصواريخ تطلق من شمال ووسط وجنوب قطاع غزة. هناك انتقادات كبيرة لجنرالات سابقين أيضا مثل إسرائيل زيف مثلا، الذي يقول بأنه لا يعقل أن يخرج الجيش الإسرائيلي ويعود إلى المنطقة ذاتها مرات متعددة بسبب المراوحة عمليا. مضت 3 أو 4 أشهر كان فيها القتال وفق التعريف الإسرائيلي منخفض الوتيرة جدا في قطاع غزة، والآن عادوا إلى القتال مرتفع الوتيرة، بمعنى إدخال فرقة نتحدث عن أكثر من 10,000 جندي الآن إلى منطقة جباليا على سبيل المثال. فيما إسرائيل أيضا تتململ تجاه توسيع العملية في رفح وفق الخوف من ضوابط أمريكية أو خطوط أمريكية حمراء، ولهذا نرى إسرائيل تعمل في شرق خان يونس تحديدا وليس داخل الأحياء في تلك المدينة، عفوا رفح أقصد طبعا ليس خان يونس. لماذا عاد الحديث عن اليوم التالي للحرب؟ وإذا كان لدى نتنياهو خطة واضحة بشأن تلك المرحلة، هل له علاقة أيضا بما تحدث عنه ذو الجنود أنهم أنهكوا على المستوى النفسي العقلي الجسدي من استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لها؟
هذا صحيح، عائلات الجنود وطبعا عشرات الألاف كانوا بالأمس في تل أبيب، قالوا إن على نتنياهو أن يستقيل كي تتم صفقة تبادل. هذا الاستنتاج الذي وصلوا إليه، بمعنى هناك اتهام مباشر لنتنياهو من قبل الشارع الإسرائيلي بأنه لا يريد صفقة تبادل ويريد استمرار الحرب. المشكلة في الموضوع ليس في استمرار الحرب، الإسرائيليون يؤيدون هذه الحرب بشكل أو بآخر، المشكلة هي ماذا بعد الحرب، متى تنتهي هذه الحرب وكيف تنتهي هذه الحرب. عمليا نتنياهو يكرر أن ذلك سيكون بالقضاء على قدرات حماس وعلى حماس واستعادة الأسرى. في إسرائيل بدأوا يقولون في الإعلام بأن هذه مجرد شعارات قد لا تتحقق، وعلى نتنياهو أن يضع خطة استراتيجية للخروج من هذه الحرب بشكل أو بآخر، لأن لديه أيضا جبهة شمالية قد تتحول إلى حرب قوتها 10 أضعاف الحرب الحالية التي يخوضها الإسرائيليون في قطاع غزة إذا لم تنتهي الحرب في قطاع غزة قريبا. زياد، إذا يعني ذوي الأسرى لدى حماس لا يريدون استمرار الحرب ويريدون عودة الأسرى، إذا ذوي الجنود أيضا لا يريدون استمرار الحرب، من يساند نتنياهو في استمرار الحرب، في رغبته في استمرار الحرب؟ لديه ائتلاف مريح يميني من 64 نائبا، لديه مصلحة على ما يبدو في استمرار هذه الحرب، ليس هناك مشكلة لدى هذه الأحزاب في استمرار الحرب أشهرا وربما سنوات حتى على قطاع غزة، لهذا لا يعاني نتنياهو في هذا المجال كثيرا، رغم أن هناك اتهامات واضحة الآن في إسرائيل إن كان في الصحف الإسرائيلية وليست فقط الصحف التي تحسب مثلا ضد نتنياهو وإنما حتى في الصحف يمينية الطابع، هناك اتهامات لنتنياهو بأنه بالفعل يدير إدارة هذه الحرب لأطول فترة ممكنة، لأنه ربما يخشى من نهايتها أن يكون هناك أحد أمرين لا يريدهما. الأمر الأول هو لجنة تحقيق رسمية ستعزل الطبقة السياسية والعسكرية بالكامل وفق التقديرات، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، جميع استطلاعات الرأي لا تعيده بمستقبل مزهر إذا ما ذهب إلى انتخابات مبكرة. ائتلافه الحالي لا يحقق 50 من أصل 120 مقعدا في الكنيست. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من القدس.